ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. هقول لكم ازاي تدلكوا الجسم وتخلصوا الجسم من السموم وتنشطوا الدورة الدموية والغدد الليمفاوية بطريقة سهلة جدا وبسيطة وانتوا قاعدين ممكن تعملوها. وهي هنبدأ الاول نحط صوابعنا كده زي ما انتوا شايفيني كده ونخبط ايدينا جامد كده ثواني 20 مرة 30 مرة بالطريقة دي، لان هنا يعني في الاطراف بتاعت صوابعنا متوصل، يعني ايدينا موصلة للجسم كله. نفس الحكاية هنعملها في رجلينا، نخبط رجلينا كده في بعضيها. وبعد كده هنجيب فرشة زي دي، فرشة بتاعت الشعر اي حاجة بس تكون السنون بتاعتها قوية شوية، واحنا مش هنعمل بقوة، هنعمل برفق ونبدأ كأننا بنسرح، نبدأ ننشط الدورة الدموية كده، مش هندوس جامد، بالراحة كده، وعند ايدينا ونطلع ونفضل نمشي كده ونطلع من كف ايدينا لغاية ايدينا لغاية فوق ونوصل لغاية رقبتنا، ونبدأ ننشط ورا الودان في الرقبة من فوق. نفس الحكاية هنعملها في الرجل من تحت في بطن رجلينا، هنعمل بنفس الحكاية كده وعند من الجنب، ومن الظهر برضو نفس الحكاية كده في رجلينا، ونطلع على رجلينا من فوق. هنيجي عند الركبة، ما نعملش خالص عند الركبة، هنيجي في بطن رجلينا تحت الركبة، ونفضل نمشط كده برضو 10-15 مرة، وبعدين نطلع على الفخاد، بين الفخاد من الجناب. الطريقة سهلة او بسيطة، اهم حاجة فيها لو مش هتعملوا الجسم كله اهتموا بالايد وبالرجل وورا الودان وقفانا من ورا. هتخلص، هتحسوا انتوا وانتوا بتعملوها، هتحسوا بتنميلة كده، يعني هتحسوا بالدم هو بيمشي في جسمكم. الطريقة دي مفيدة جدا، بتنشط الدورة الدموية وتخلصك من السموم. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ومعلومة مفيدة ان شاء الله.